إياك وقد الحفو يا رب العالمين. إن المسجد النبوي الشريف ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق عباده المسلمين زيارة المسجد النبوي الشريف. أمطار اليوم خير وبركة على المسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة. الجمعة الموافق 11 نوفمبر 11/11/2022 من ساحة المسجد النبوي الشريف وأمطار اليوم في المدينة المنورة. اللهم اجعله غيث سقيا وخير وبركة يا رب العالمين. اللهم اجعله غيث سقيا وبركة وخيرا يا رب العالمين. اللهم تقبل من عبادك الصالحين. من تحت شماس المسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد النبوي الشريف يوم الجمعة وأمطار اليوم في المدينة المنورة.